السلام عليكم ورحمة الله. الذئب المغربي احتقروه لضآلة حجمه، فسحق البطل التايلاندي وأدخله في غيبوبة، وأيضا سحق الأسطورة باراسان شاي ونزع منه حزام البطولة. من هو هذا البطل الذي جعل كل الأساطير يحترمونه رغما عنهم؟ وقبل أن ندخل للتفاصيل، أتمنى منكم أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب، فهذا يساعدني كثيرا. المهم، ولكي لا أطيل عليكم، فلنبدأ على بركة الله. يوسف العسيري، بطل العالم في أخطر منظمة قتالية، الوان تشامبيون. من مواليد 1991 بالديار الإيطالية، اختار البطل العالمي أن يمثل الراية المغربية إلى جانب الراية الإيطالية، لقبه الإعصار، وذلك لأنه سبب ارتباكا كبيرا لكل خصومه. له العديد من الإنجازات، منها فوزه سنة 2017 ببطولة المواي تاي العالمية، وفي سنة 2021 تواجه مع البطل العالمي للمواي تاي شينيغاوا. وفي البداية أظهر البطل شينيغاوا سرعته في اللكم، وأيضا أظهر احترافيته في المواي تاي. وهنا يوسف العسيري بدأ يضغط على شينيغاوا، رغم أنه كان يتلقى اللكمات. This is Muay Thai. The shot and the hook to the head. Got to be very careful with his right side body with the elbow and all. وقبل نهاية الجولة، وجه المغربي لكمة وركبة قوية إلى شينيغاوا، جعلت الأخير حرفيا يدخل في غيبوبة. Siri does like to prepare that boy in style. He drops Asahara Shinigawa here in the first round. Shinigawa might not get up. That's a wrap. This is a huge win for Yusuf Lasiri. وكما شاهدتم، الهجمة كانت خطيرة جدا، وقد كانت أن تؤدي إلى هلاك هذا المقاتل. ليتوجه إليه المغربي ويطمئن على حاله. وبعد هذا النزال الذي قدمه يوسف العسيري، قررت منظمة الوان تشامبيون أن تعطيه فرصة العمر لينازل على حزام البطولة، وهذا بالضبط ما كان يطمح له المغربي منذ فترة طويلة. لكن هذه المرة أمامه الأسطورة التايلاندي باراسان شاي، والذي له سجل مرعب، له 339 انتصار، إضافة إلى أنه في 28 من عمره. وقال باراسان شاي في الندوة الصحفية: المواي تاي يعني كل شيء بالنسبة لي، وهذا الحزام هو جزء مني. ليرد المغربي يوسف العسيري: أنا معجب كبير بالبطل باراسان شاي، لكن الآن لدي فرصة العمر، وبصراحة لا أشعر بأنني رجل محظوظ. من خلال نزالاتي السابقة كانت التحديات كبيرة وكسرت فيها، وسيطر علي الإحباط كثيرا، وأفضل ما يمكن أن يجعلني سعيدا وهو الفوز بحزام البطولة. وأعذك يا باراسان شاي بأني سأضعك تحت ضغط رهيب، وسأذيقك طعم لكماتي، وستكون في موقف لا تحسد عليه ولا تستطيع التعامل معه. أتى يوم النزال، وكانت البداية بحذر شديد من الطرفين، وبعدها تمكن باراسان شاي من إصابة وجه العسيري. وبعدها تمكن يوسف من توجيه لكمات قوية، وأيضا استطاع أن يطرح البطل أرضا. وفي آخر دقائق الجولة تمكن التايلاندي من توجيه لكمات يسارية إلى وجه يوسف، ليرد عليه المغربي بلكمة قوية، واستمر حرب اللكمات إلى نهاية الجولة. يوسف، حافظ على هدوئك ودفاعك، لا تندفع كثيرا، كن مركزا أكثر. بدأت الجولة الثانية بهجوم المغربي، لكن لكمات باراسان شاي وصلت إلى وجه المغربي. يوسف يبتعد من خصمه ويعود إليه بطريقة ماكرة، ليصيبه بلكمة علوية قوية جعلت وجه باراسان شاي مليء بالدماء.
يوسف استغل الفرصة وبدأ يضغط أكثر، إلا أن لكمات بارازانشاي لا زالت خطيرة. المغربي لم يكترت لهجوم بارازانشاي وكان يضغط بقوة أكبر، وجعل البطل بارازانشاي في موقف لا يحسد عليه. انتهت الجولة الثانية بابتسامة المغربي، واستطاعوا إيقاف نزيف بارازانشاي مؤقتا ليدخل في الجولة الثالثة بهجوم شرس. لكن المغربي كان أكثر حذرا ووجه لكمة قوية يمينية إلى وجه بارازانشاي. المغربي لم يعطي الفرصة لبارازانشاي هذه المرة وهاجمه بكل قوته إلى نهاية الجولة. والأطباء هنا لم يستطيعوا إيقاف نزيف بارازانشاي، وحتى البطل نفسه استسلم من إثر اللكمات. ليفوز بعدها المغربي بحزام الوان تشامبيون، وكانت الفرحة هستيرية. وهكذا استطاع المغربي أن يوفي بوعده ويسحق البطل بارازانشاي وينتزع منه الحزام. وبعد هذا النزال الدرامي قرر البطل المغربي يوسف العسيري أن يتحدى الأسطورة التايلاندي والذي أرعب الأساطير